هاد المبادره جات من عندنا كمهنيين على سبب الساكنه ديال اكادير بينا نديروا التخفيضات في الاثمنه ديال الحوت. المهم السول ديال الاثمنه ديال الحوت السول دايرين لي 40 درهم، الميرنا دايرين لها 500 دريال، سي بي دايرين لها 60 درهم، والقروكان دايرين لها 40 درهم للكيلو. هاد الحوت هذا ديال الشروطيات وكيجيو، المهم الناس مسؤولين كلشي داز من الماكزا ديال الحوت. كاين اقبال على هذا الخير هذا، الناس كلهم كيدوا دابا كيعمروا الفريكوات ديالهم ولقاو حتى الاثمنه هابطين شويه، المهم كلشي الناس قداو الحوت وكلشي بخير وعلى خير. هذه المبادره غتستمر غتستمر في الشهر ديال رمضان كامل ان شاء الله. مبادره مستحسنه بالاخص في الشهر ديال رمضان، الناس كاين اقبال كبير على الاسماك باختلاف انواعها، وهذه المبادره مستحسنه الى انها خص المسؤولين على هذه المبادره هذه يقلبوا على شي مكان احسن من هكذا، يكون متسع ويكون ما يكونش في الطريق هنا في الطريق العام، لان الناس كيبلاصيو هنا باركين ما كافيش لاستيعاب كل السيارات اللي كيجيو. فانا كنشوف بان هنا كاينه عرقله السير يوميا وربما تكون حوادث كثيره، وهذه كاين بالنسبه للاثمنه، كاين اثمنه مناسبه بالنسبه لجميع الاصناف ديال السمك بالمقارنه مع الاسواق اللي موجوده في اكادير، فهذه مبادره حسنه. كاين سمك في طري ويعني في محفوظ مزيان، ما كاينش في الطريق كيما، فهذه مبادره كنشجعوا عليها. واكادير كيستحق اكثر من هكذا، لان اكادير معروف بالانتاج ديال السمك. هذا هو المثال، جوج كيلو هنا